السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة. البداية بأبرز العناوين: تأييد واسع لقرارات هادي، والثوار يطالبون بإقالة بقية أركان العائلة. أفراد اللواء الثاني حرس يغادرون مواقعهم في لودر. مصر حرب مع العصابات، والأردن يتخوف من تقسيم سوريا. أهلا بكم. وصف شباب الثورة قرارات رئيس الجمهورية بأنها خطوة في الطريق الصحيح، وأعلنوا تأييدهم الشروع في هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية. جاء ذلك خلال وقفة نظمها شباب الثورة اليوم أمام منزل رئيس الجمهورية بالعاصمة صنعاء. ودعا شباب الثورة في بيان صادر عن الوقفة، دعوا رئيس الجمهورية لاستكمال إقالة بقايا العائلة وعلى رأسهم نجل المخلوع ابن أخيه من قيادة الوحدات العسكرية وتوحيد الجيش على أسس وطنية. يا هادي قرر وزيد، مطلبنا منك المزيد. يا هادي قرر وزيد، مطلبنا منك المزيد. يا هادي استعجل هيا، قيلوا احمد قيلوا يحيى. يا هادي استعجل هيا، قيلوا احمد قيلوا يحيى. قيلوا ابناء المخلوع من اجل نجاح المشروع. قيلوا ابناء المخلوع. يا ثورتي يا غالية، المعنوية عالية، المعنوية عالية. يا ثورتي يا غالية، المعنوية عالية. ما طالبنا الثورية، ما طالب أساسية، إعادة تشكيل الجيش، إعادة تشكيل الأمن على أسس وطنية، لا أسرية، لا أسرية، لا أحمد ولا عمار، لا خالد ولا يحيى. حرية للمعتقلين، حرية للمعتقلين، العودة للمقصيين. صامد أنا في ساحتي، صامد أنا في ساحتي، سائر وعزمي من حديد. أقسم بأني لن أحيد، أقسم بأني لن أحيد، سائر على درب الشهيد حتى نحقق ما نريد. نقول لك في الختام، هذه أولى القرارات ولا نظنها الآخرة. نقول لك العشر الأواخر على الأبواب، والشعب يرفع عطف براءه بأن ينصر كل من ينصر الثورة، وأن يدعم ويحفظ كل من يحفظ الثورة. وبالويل والثبور والخسران على كل من يصد هجوما أو يضرب ضربة على هذا الشعب، أو يقف حجر عثرة في سبيل عيشنا حياة حرة كريمة أبية. خرجنا من أجلها ولن نعود إلى الديار حتى نحقق كامل أهدافنا: البقاء لليمن، الصمود للثوار، والخلود للشهداء. والسلام عليكم. واللجنة إن توحد بالقرارات الصادرة من الأخ رئيس الجمهورية وتعتبرها خطوات متقدمة نحو التغيير وإجراءات عملية لتهيئة الظروف الموضوعية للحوار الوطني القادم. وأحد القرارات لتوحيد قيادات القوات المسلحة، وأحد القرارات لتوحيد قيادة القوات المسلحة
وخطوة نحو مشروع هيكلة القوات المسلحة والأمن. إن تحرير مؤسسات الدولة من سيطرة النظام العائد الاستبدادي هي أهم خطوات التغيير، ثم تأتي بعدها خطوات الثوار والثائرات دعوا خلال الوقفة عن أملهم في اتخاذ قرارات أكثر جرأة وإقالة بقايا العائلة استكمالا لأهداف الثورة الشعبية السلمية. أهم الله القرارات قرارة طيبة وشجاعة، ونتمنى القرار الأكيد والحاسم وهو إقالة أحمد ويحيى، وهم يعلمون ويعرفون أن أهداف الثورة ماشية، ولكن كما يقول اليمني لطاحة لطاحة لطاحة. هذه القرارات التي صدرت بالأمس الأول كان الشعب اليمني ينتظرها من فترة طويلة، وهي تعتبر خطوة في إكمال هيكلة الجيش. نعتقد بأن الخطوة الأولى التي يجب أن تتبعها خطوات جادة، والتي تتمخض بإقالة أحمد ويحيى من على رأس الجيش. احنا مكتفين بهذا القرار، يعني احنا نشتي قرار حاسم عبد ربو منصور ان يدي لنا قرار حاسم، يكون نهاية الشهر هذا يكون العيد عيدين، عيد نهاية احمد علي واسرته، وعيد عيد يعني عيد الفطر ان شاء الله. خطوة جيدة، الحمد لله انها خطوة جيدة، لكن ليست كافية. الامل في قرارات تكون لي ترضي الثوار والثورة ان تكون اكثر من هكذا. فالقرار جيد وفي محله صائب، ونرجو من هذه جزاه الله خير ان يعجل، فلان الملكيه لا يمكن ان تعود، لان هذا صنف من اصناف الملكيه في ثوب جمهوري، وان شاء الله خلصنا منها. هذه تعتبر خطوه اولى للهدف الاول اللي نطمح اليه، وهو اقالتهم تماما من الجيش، لكن نامل ان تكون هذه خطوه اوليه انه تسحب شيئا من قوتهم، يعني شويه شويه حتى لا تدخل البلاد في المآسي والحروب التي ما زالت يعني تحصل في كثير من البلدان اليمن. بس يعني هذه الوقفة مش بس عشان نأيد، وهذا تأكيد يعني مش فقط للتأييد، وإنما للتأكيد أن احنا ماضيين ما نستسلم مهما كان، مهما أعطانا من قرارات ومن تجميليات، هذا يعتبر عملية تجميلية، نطمح أنه فعلا يتم إقالتهم في أسرع وقت ممكن. رحبت أحزاب اللقاء المشترك بقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل الحماية الرئاسية من الفرقة الأولى مدرة وقوات الحرس، وضم عدد من الألوية إلى المناطق العسكرية التي تقع في إطارها، واعتبرت ذلك خطوة صحيحة في سبيل إنهاء انقسام القوات المسلحة وبداية حقيقية لتوحيد الجيش والأمن تحت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية. من جانب آخر، أدانت أحزاب المشترك وبشدة الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة نحو 45 شخصا وجرح العشرات في محافظة أبين، وطالبت الحكومة بسرعة القبض على الجناة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج محافظة أبين من الوضع الراهن أمنيا واقتصاديا. كما أدانت أحزاب المشترك في بلاغ صحفي محاولة الاغتيال الذي تعرض لها وزير الإعلام علي العمراني، وقالت إن معالجة كل هذه الاختلالات في اليمن لا يمكن أن تأتي إلا من خلال قرارات حاسمة على رأسها إقالة كل القيادات العسكرية والأمنية المناوئة للتغيير والمعرقلة لتنفيذ اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. أفادت مصادر محلية بمحافظة أبين أن أفراد وضباط اللواء الثاني مشاة تابع لقوات الحرس انسحبوا من مواقعهم العسكرية التي كانوا يتمركزون فيها في منطقة العرقوب وجبل يوسف الاستراتيجي ومناطق العين والكهرباء وجحين ومصر، اعتراضا على قرارات رئيس الجمهورية بشأن إعادة توزيع الألوية، معلنين بذلك التمرد على القرارات الجمهورية. وأشارت المصادر إلى أن اللجان الشعبية وحرصا منها على عدم سيطرة العناصر المسلحة التابعة للقاعدة سارعت إلى سد الفراغ والتمركز في المواقع التي تركها أفراد وضباط اللواء الثاني مشاة حرس. قالت مصادر إعلامية وسياسية إن الرئيس عبد ربه منصور هادي يجري مشاورات مكثفة مع الائتلاف الحاكم لتغيير عدد من وزراء الحكومة الذين عبر الرئيس هادي عن عدم الرضا لأدائهم،
ومن المقرر أن يقدم ممثل الائتلاف الحاكم مرشحيهم في التعديل الوزاري إلى عقب إجازة عيد الفطر المبارك. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول على ضرورة تطوير وتحسين البنية التنظيمية والهيكلية للوزارة وفروعها لضمان تحسين أداء المؤسسة التعليمية من خلال إسهام جميع العاملين في الحقل التعليمي وفي تقديم رؤى تطويرية تكفل تحقيق أهداف التعليم في اليمن وتعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية. جاء ذلك خلال اجتماع انضم وزير التربية والتعليم بشركاء التنمية وفريق التحديث ووكلاء الوزارة لمناقشة مشروع تطوير البناء الهيكلي والتنظيمي للوزارة. للتاريخ برنامج وثائقي يسعى للملمة المشهد الثوري عبر شهادات من ساحات الثورة. تفاصيل في سياق التقرير التالي. يهتم بتوثيق أحداث الثورة اليمنية، يلتقي قيادات الثورة في ساحات وميادين الحرية والإباء في عموم محافظات الجمهورية، يتحدثون عن المواقف في ذات المكان ويسردون الأحداث التي لم ترصدها عين الكاميرا، خفايا وأسرار أظهرت عظمة الثورة وتضحيات الثوار الجسيمة من أجل يمن التغيير الجديد. للتاريخ برنامج يسلط الضوء على أهم المواقف التي رافقت الثورة والبطولات في تلك المحطات واللحظات في مسيرة ثورة اليمن. يقدم ضيوف البرنامج شهاداتهم للتاريخ حول مواقف ومحطات شاهدوها وقراءتهم لها. للتاريخ حيث الزمان والمكان شاهد عيان لإحدى أعظم ثورات الربيع العربي. برنامج للتاريخ اكتسب قاعدة مشاهدين كبيرة داخل الوطن وخارجه ومن المهتمين بالتاريخ وأهم الأحداث، كونه يمثل أحد صفحات الثورة وأقوى شهادات القيادات التي عاشت تفاصيل دقيقة مثلت محورا هاما من تاريخ الثورة والثوار. برعاية أمين العاصمة عبد القادر هلال، أقامت مؤسسة همة شباب الأمسية الرمضانية السنوية الثالثة. وفي الأمسية أكد أمين العاصمة إن الشباب هم المعول عليهم في نهضة اليمن الجديد، مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة همة شباب. كانت همة شباب أحد هذه اللوحات الجميلة التي قدمت برهان عملي على أن هنالك شباب قادرون أن يأتوا بالجديد. شباب فعلا صنعوا التغيير الإيجابي الحقيقي، وهذا هو التغيير الذي يلامس المجتمع النظيف، التكافل الاجتماعي المتجرد، التراحم، قيمنا، التزامنا بقيمنا الإسلامية. يعني نسير على منهج من في طريق راسخ، ولكن نتطلع إلى مستقبل واعد وحضاري، ونستلهم أمم من تجارب أمم وشعوب سرقتنا فيما يتعلق بحقوق الفرد، حقوق المجتمع. ولذلك في هذه الأمسية بصراحة لم أكن أتوقع بصراحة أن همة شباب استطاعت وعرفت الآن أنها تكون موجودة في أكثر من محافظات. تحت شعار رمضان شهر المحبة والإخاء، قام التجمع اليمني للإصلاح بمديرية حرض أمسية رمضانية حضرها رئيس المكتب التنفيذي الأستاذ مهدي جابر الهاتف ورئيس مجلس شورى الإصلاح الأستاذ ناجي الخزاعي وعدد من قيادات السلطة المحلية والوجهات الاجتماعية في المديرية وحشد كبير من المواطنين. إذا لم ترسخ دعائم الأخوة والمحبة في شهر رمضان فمتى سيكون ذلك؟ سؤال يجيب على مضمونه ويترجم حقيقته هذا المشهد المهيب والحشد الكبير لأبناء مديرية حرض الواقعة شمال عاصمة المحافظة والبوابة الرئيسة للجارة السعودية. أمسية رمضانية حاشدة
دعا إليها التجمع اليمني للإصلاح بمديرية حرب تحت شعار رمضان شهر المحبة والإخاء، بحضور رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ مهدي جابر، ورئيس مجلس شورى الإصلاح الأستاذ ناجي الخزاعي، وعدد من قيادات السلطة المحلية والوجهات الاجتماعية، وحشد كبير من المواطنين. رئيس مكتب إصلاح المحافظة أوضح في كلمته أن هناك ثلاث قوى تسعى إلى إثارة الفوضى وتنتهج ثقافة العنف وتحاول أن تفرض نفوذها بقوة السلاح في اليمن. ثلاث قوى، القوة الأولى هي قوة القاعدة وما يسمى بأنصار الشريعة، وهؤلاء يريدون أن يقيموا دولة داخل الدولة ويفرضوا أجندتهم بقوة السلاح. والقوة الثانية هي الحراك الانفصالي الذي يريد أن يشرخ البلد بالقوة، الحراك الانفصالي المسلح. أما الحراك الجنوبي الذي له حقوق وطلبات ومظالم يريد أن ينتصر لها وأن تتحقق له فمن حقهم ذلك، لكن تلك الحركة الانفصالية المسلحة التي تدعم من الخارج، وقد تحدث عنها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي، فإننا لسنا مع مثل هذه الحركات والقوة. القوة الثالثة هي الحركة الثقوفية المسلحة التي للأسف الشديد اقتحمت محافظة حجة ودخلت بقوة السلاح وتريد أن تسيطر وأن تحكم بقوة السلاح وأن تفرض على الناس أجندتها وأفكارها وسيطرتها بالقوة. دعوة صادقة وجهها أحد أبرز وجهاء المنطقة بضرورة توسيع دائرة حل قضايا المواطنين والتفاعل مع مطالبهم المشروعة وتجسيد مبدأ التسامح في المجتمع. يجب علينا توجهها كمشايخ المدينة أن نتوسع في حل قضايا الناس وأن نأخذ قناعيد الدولة كي تتوسع في المناطق وتبقى لها ركود بقوة وصدق وحزم عندما يرون المصلحين أننا معهم. ومع مرور الأيام وتجدد المواقف والأحداث يتوضح الدور الريادي للإصلاح في انتهاج سياسة السلم والإسهام الكبير في إحداث ثورة التغيير التي انتهجت منهج السلم وأثبتت للعالم أن الشعوب الحرة أقوى من الجلادين والمستبدين. لقد انحاز الإصلاح لخيار التغيير بالوقوف مع الثورة السلمية الشعبية في حزب وتصدر شبابه وقواعده بل والكثير من قياداته المشهد الدولي للدفاع عن الثورة مع بقية الشباب وقوى الثورة من أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين والأحرار من المؤتمر الشعبي العام. حشود كبيرة ترسخت لديها قناعة التغيير وضرورة التعبير الحر من خلال سرد المطالب والاحتياجات الملحة لأبناء المديرية، يحدوها الأمل الكبير في الوصول إلى تحقيق مطالبها وتوفير الخدمات الضرورية التي تكفل لهم الحياة الآمنة والعيش الكريم. حضر المئات من أبناء مديرية ميفاعة عنس بمحافظة ذمار الحفل الختامي لمسابقة حفاظ أو حافظ المديرية من دار القرآن الكريم بحمة سليمان. الحفل الذي ألقيت فيه عدد من الكلمات أكدت في مجملها على التمسك بكتاب الله والوسطية والاعتدال. رحب أحرار محافظة تعز بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الرب منصور هادي والهادفة إلى إنهاء انقسام الجيش، ودعا ثوار تعز الرئيس هادي إلى المزيد من القرارات وإقالة بقايا العائلة. المزيد في الاستطلاع التالي. القرارات الصادرة بالأمس حققت بعض من هيكلة الجيش بالحرس والفرقة، والمطلوب بأن جميع ألوية الحرس وألوية الفرقة الأصل أن تخضع لوزارة الدفاع، وأن تخضع كل الألوية في كل منطقة للمنطقة الموجودة فيها سواء في الجنوبية أو الشرقية أو الوسطى. وهذه القرارات تعتبر مقدمة لإنهاء تجزئة الجيش.
القرارات الصادرة أمس هي يعني خطوة في الطريق الصحيح التي نأمل من خلال أن تلحقها خطوات حتى يتحرر الجيش ويصبح جيش وطني قوي يخضع ماليا وإداريا لرئاسة هيئة الأركان ووزارة الدفاع، لا يخضع لأسرة ولا يخضع لشخص ولا يخضع لفئة ولا يخضع لطائفة ولا يخضع لمنطقة. حقيقة بأن القرارات مهمة، وهي نعتبرها جزء من مطالب الثورة بهيكلة الجيش، ومطلوب إكمال هيكلة الجيش. ولن يستقر الأمن في البلد ولن تستقر الأوضاع في البلد اقتصاديا وأمنيا وكل ما يتعلق بالمواطن اليمني إلا بعد هيكلة الجيش. قرارات الأمس كانت قرارات إن شاء الله صائبة، وأنا أمل من الجميع التعاون مع رئيس الجمهورية والتعاون أيضا مع كل الألوية والوحدات العسكرية من جميع المواطنين عليهم التعاون حتى تمكن حكومة الوفاق من أداء مهامها لهذه الفترة. نحيي رئيس الجمهورية على القرارات الشجاعة، ونطالبه بمزيد من القرارات التي تنظف القوات المسلحة من بقايا العائلة ومن الأيدي الملطخة بدمائنا ودماء الشهداء ودماء الشعب اليمني. نشهد على أيدي رئيس الجمهورية ونقول له كلنا شعبا وحكومة وأفرادا وثوارا مع قرارتك الجريئة لتطهير مؤسساتنا العسكرية وتحويلها إلى مؤسسات وطنية تتبع الشعب وطموحات الشعب وأمن الشعب وليس أمن العائلة والأفراد. طبعا أنا أرى أن العملية التي قام بها رئيس الجمهورية قرار حكيم جدا جدا، ونحن منتظرون لهذا العمل من بداية الثورة لكي تكون ثورة سلمية. وفي تعز أيضا شيع المئات من أبناء منطقة العروس بجبل صبر محافظة تعز جثمان الشهيدة فاطمة محمد عبده، إحدى النساء التي استشهدن بانفجار لغم أثناء قيامها برعاية الأغنام في المنطقة الزراعية المحيطة بأحد مواقع معسكر اللواء 33. ويتهم المواطنون عبد الله ضبعان قائد اللواء 33 بزراعة المناطق الزراعية بالألغام. القضية ان في الغام مزروعة عندنا بالاراضي الزراعية مش بالجوار المعسكر، يعني اصلا مسافة يعني ما يعادل في الاراضي الزراعية ممتلكاتنا مش ممتلكات الدولة ولا ممتلكات اي احد، بس الا انما هذا هكذا باغي منهم وعدوان، وهذا ثالث مرة اصلا. بداية انا اناشد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بان ينظر بعين العفو والرحمة الى ابناء مديرية صبر بجوار معسكر العروس الذين يقتلون كل يوم إثر الألغام الذي زرعها معسكر العروس في عزلة العارضة. المعسكر نفسه كان معسكر لحاله. الآن لما قضى بعان أتمتز على جميع الملك حق المواطنين ويعني واحد الحق وزرع على الألغام، وإحنا حقنا المواشي نعمل كل حاجة، يعني مسافة ما بينه والمعسكر أكثر يعني من 500 متر. أقيمت أمس الثلاثاء أمسية رمضانية لوجهاء السيان بحضور قيادة اللقاء المشترك بمحافظة إب، وفي الأمسية ألقيت عدد من الكلمات والقصائد والأناشيد والمداخلات التي عبرت عن وقوف كل اليمنيين إلى جانب الرئيس هادي وحكومة الوفاق في سبيل تطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام العائلي. وأدان المشاركون في الأمسية العمليات الإجرامية التي وقعت في أبين واقتحام وزارة الداخلية واستمرار استهداف المنشآت الحيوية كالكهرباء والنفط، مطالبين بتقديم الجناة ومن يقف معهم إلى المحاكمة، كما طلبوا محافظ المحافظة بإجراء إصلاحات حقيقية وجذرية لإيقاف مسلسل نهب أموال الدولة والعبث بالأمن وقطع الطرقات. استهدفت غارة جوية لطائرة من دون طيار السيارة من نوع هايلوكس عصر أمس بمنطقة غصيص بمديرية القطن بمحافظة حضرموت، وأسفرت العملية عن مقتل شخصين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة. أقيم بساحة الحرية بتعز أمس حفلا فنيا حضره حشد كبير من ثوار وسائرات المحافظة، شارك في إحياء السمر عدد كبير من الفنانين بقيادة المبدع فهد القرني
كما تم عرض مسرحية الثورة مستمرة. وهتف ثوار تعز للثورة السورية مطالبين المجتمع الدولي بمد الجيش السوري الحر للدفاع عن المدن السورية من حملات الإبادة التي تتعرض لها على يد قوات الأسد. مشاهدينا الكرام نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل، تفضلوا بالبقاء. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد وإلى الأخبار العربية والبداية من سوريا. أكد الجيش السوري الحر استمرار سيطرته على حي صلاح الدين بحلب رغم الهجوم الوحشي الذي يتعرض له الحي ونفى نفيا قاطعا أخبار الإعلام السوري التابع للأسد والذي قال في وقت سابق أن قوات الأسد سيطرت على الحي. وأضاف أن الجيش الحر يخوض معارك في المدينة منذ نحو 3 أسابيع وأنه عزز مواقعه في حي صلاح الدين بالمئات من المقاتلين. ونقلت مصادر إعلامية عن قادة الجيش الحر في المدينة أن معارك ضارية جرت صباحا في صلاح الدين ومناطق أخرى وتمكن خلالها الثوار من تدمير 5 دبابات وإسقاط طائرة ميغ روسية الصنع قرب مطار حلب الذي يحاصره الثوار وفقا للمصادر ذاتها. المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته قال إن معارك هي الأعنف جرت حول بعض شوارع حي صلاح الدين وفيها. ما اصور؟ ليه؟ ايش السبب شيخ؟ ميدانيا قالت لجان التنسيق المحلية ان 65 شخصا بينهم 11 سيدة و10 اطفال قتلوا اليوم بنيران قوات الاسد في حلب وحماة ودير الزور ومحافظات اخرى. وتحدث ناشطون عن قصف عنيف استهدف ايضا بلدتي تلبيسة والحولة في ريف حمص والأتارب في ريف حلب والحفة في ريف اللاذقية. وفي العاصمة دمشق تعرضت أحياء بينها كفر سوسة للقصف بمدافع الهاون في حين تعرض حي المزة للاقتحام. قال العاهل الأردني الملك عبد الله أن الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يسعى لإقامة منطقة لطائفته العلوية في حال لم يتمكن من السيطرة على كامل البلاد. وأضاف الملك عبد الله لقناة CBS الأمريكية أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تجلب مزيدا من المشاكل على المنطقة لعقود طويلة. أكدت الحكومة الأردنية الأربعاء أن رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب دخل الأراضي الأردنية فجر اليوم الأربعاء برفقته عدد من أفراد عائلته. وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة لوكالة فرانس بريس إن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء دخل إلى الأراضي الأردنية رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب وبرفقته عدد من أفراد عائلته. مشاهدينا الكرام في ختام النشرة لم يبقى إلا نذكر بأهم ما جاء فيها من أنباء.
تأييد واسع لقرارات هادي، والثوار يطالبون بإقالة بقية أركان العائلة. أفراد اللواء الثاني حرس يغادرون مواقعهم في لودر. الأردن يتخوف من تقسيم سوريا. في الختام مشاهدينا الكرام، نترككم مع نشرة الأحوال الجوية. وقتا طيبا، في أمان الله.